الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدل الجود والكرم منبع العلم والحلم وليك مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم سلام وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا رزاق يا وهاب يا كريم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين پروردگار عالم قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے ان کو اور ان تمام نیاز کو بھرپور چادر کو مولا تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں نظر ہے پروردگار عالم اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول سلسلہ بسلسلہ بطفیل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج مطہرات امہات المومنین پنجت نفاق کا صحاب تابعین تبع تابعین غواصب تابع مدال تمام علماء صلحاء فقہاء شہداء عابدین متقین متذبین سالکین کاملین عارفین ائمہ مجتہدین سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ جملہ سلاسل کے بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر ہے مولا تعالیٰ اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول پروردگار عالم بالخصوص 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 حضرت سید عبد الرحمن شاہ بابا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں نظر ہے مولا تعالیٰ اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم بمبئی میں تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین جو موجود ہیں مولا تعالیٰ سب کی بارگاہ میں نظر ہے رب قدیر اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم